بس ده خسرك تواجدك في الزمالك؟ لا لا، انا هقول لحضرتك على حاجه. هو انا معنى ان انا زملكاوي اطلع اهبش في الناس واشتم فيهم؟ محدش يقول كده يا جماعه، محدش يقول كده. وبعدين المسؤول الاول في النادي الاهلي كابتن الخطيب ده اخويا وزميلي وصديقي من معروف من 73 يعني، فاهمه يعني، من سنه 73 واحنا اصدقاء وصارنا مش الخطيب بس، مصطفى عبده ومصطفى يونس، الناس دي كلها اصدقاء واخوات. احنا كنا بنصيف مع بعض، كنا هنا في ب ب في, في عند ناس اصحابنا بنتقابل مع بعض ونبات مع بعض ونصحى تاني يوم نروح التمرين، كل واحد يروح ناديه. انا عارفه ان العلاقات وطيده جدا بينك وبين كابتن خطيب. هل من المنطق ومن الكياسه ما بقتش موجوده دلوقتي ان انا اطلع اتكلم على زمايلي واخواتي؟ صعب جدا. كابتن حلمي طولان فين من نادي الزمالك؟ لا انا موجود، انا بشجع نادي الزمالك. لا فين فين من العمل في نادي الزمالك؟ لا ما هو الوقت لا يسمح والظروف لا تسمح ايضا يعني، بس لكن انا زملكاوي وبشجع نادية، وغصب عن اي حد يعني اللي يقول يقول، لكن انا راجل صادق مع نفسي وصادق مع الناس وبقول كلمة حق، وانا زملكاوي غصب عن اي حد. طب لو بكره كلموك علشان تكون موجود في نادي الزمالك مدير فني، انا طبعا توافق؟ انا شرف كبير جدا ليا ان انا اكون على قمة الجهاز الفني في نادي الزمالك، لكن الظروف صعبة جدا. لو كلموك توافق؟ ما اقدرش دلوقتي، لان الظروف صعبه جدا. النادي بيمر بظروف ماديه صعبه جدا 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 يعني، وبعدين اي مدير فني بيتولى مسؤوليه هو اللي بيتحاسب. ايوه، حدش بيتحاسب غير المدير الفني، هو اللي في الوش، هو الحلقه الاضعف دائما، واخد بال حضرتك. فان ما كنتش انا ادخل تجربه تاني متوفر لي فيها عناصر النجاح، طبعا عناصر النجاح زي ما قلت الماديات طبعا، الامكانيات طبعا، لعيبه على مستوى عالي اقدر اجيب لعيبه، والاداره صفقات محترمه طبعا، والاداره ده حجر الزاويه، الاداره يعني مفيش شك يعني. افضل مدرب او افضل مدير فني الموسم ده بخلاف كولر؟ انا شايف مستر باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عامل شغل هايل 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 يعني، بجد يعني ده انا بعتبره